الحقيقة وإحنا بنتكلم عن الاقتصاد مهم إن إحنا نفكركم بالأخبار اللي كنا اتكلمنا عنها الأسبوع اللي فات، وهو إن صندوق النقد الدولي قال إن في خلال أسبوعين أو بعد أسبوعين هيكون في اجتماع مع الجانب المصري عشان نشوف زيادة القرض اللي عايزة تحصل عليه مصر من صندوق النقد الدولي، بسبب أن مصر في حاجة إلى حزمة من الإصلاحات الاقتصادية أكتر، وأننا نساعدها أكتر، والكلام بقى اللي احنا شفناه ده فجأة، الاقتصاد المتعثر وإن مصر ما نفذتش الاشتراطات ولا روشتة الإصلاحات، كل الكلام ده اتغير، وكل ده ملناش دعوة بيه، عادي أكيد في مستجدات. النهاردة كان في اجتماعات مع وزارة الخزانة الأمريكية، وده طبعا يعني عشان ما نفكرش كتير، ده 100% ليه علاقة واضحة جدا جدا بالقرض اللي مصر عايزة تحصل عليه من صندوق النقد الدولي. وزارة الخزانة الأمريكية قالوا إن وزيرة الخزانة هتجتمع مع كبار المسؤولين الماليين في مصر، هيتقابلوا النهاردة في واشنطن، ربما تكون الاجتماعات تمت بس حتى الآن لسه ما فيش أي أخبار عنها، وده بخصوص المحادثات اللي بين القاهرة وبين صندوق النقد الدولي بخصوص المساعدات الإضافية. الوزارة الخزانة واللي هتكون نيابة عنها طبعا وزيرة الخزانة جانيت يلين هتلتقي بكل من الدكتور محمد معيط وزير المالية والدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي وأيضا محافظ البنك المركزي حسن عبد الله. من ناحيته وزير المالية الحقيقة النهاردة عنده شوية تصريحات كده، يعني بيقولك ان احنا دلوقتي عندنا مسار جديد عشان نقايض الديون، ان احنا هنقايض الديون بفكرة العمل المناخي، وهنقدم استثمارات جديدة، الاستثمارات دي تكون صديقة للبيئة. والحقيقة يعني الدكتور محمد معيط، يعني مع كامل احترامي ليه، إلا أن تصريحاته بالنسبة لي هي والعدم سواء. بس كل يوم محمد معيط عنده 20 تصريح، كل يوم عنده 20 تصريح. اكتب محمد معيط بس كده على جوجل، طالك من 20 لـ25 تصريح، وكلها حاجات تحسسك أن بس خلاص دي اللي هتاخد مصر كده، تنشلها من مرحلة الفقر وتعديها بر الأمان، بس ولا حاجة بتحصل، ولا حاجة بتحصل، تصريحات بس. طب لما احنا شايفين ان احنا نقدر اننا لو بدلنا الديون ببعض الاستثمارات الصديقة للبيئة او الاستثمارات المناخية دي ممكن تساعدنا بصورة كبيرة، طب ما عملناش ده من السنة اللي فاتت ليه وخففنا من علينا الديون اللي علينا السنة دي؟ مصر السنة دي 2024 بس هتدفع 42 مليار دولار، 42 مليار دولار. 2024 خرج رئيس الوزراء وقال لك هي السنة الأصعب في حياة المصريين، 2024 و25 أو جزء من 25، وبعد كده بقى خلاص ربنا هيفتحها علينا. صعب صعب، لأنك عشان تخرج من أزمة 24 دي هتدخل في قروض جديدة، القروض دي هتسمع عندك في 26 وفي 25 وفي 27. ده اللي احنا بنعمله، وده اللي احنا بنسعى له دلوقتي، واحنا عمالين بنجري وبنعمل مفاوضات مع الخزانة الأمريكية وبنعمل مفاوضات مع صندوق النقد الدولي عشان ناخد الستة مليار اللي هيتدفعهم امتى؟ ما انت هتدفعهم في 25 وفي 26 وفي 27، فانت مش هتشيل من عليك أزمة الديون أبدا أبدا. طب ايه اللي يشيل من علينا أزمة الديون؟ والتصريح برضو لمحمد معيط، يا جماعة برنامج الأطروحات اللي احنا بنعملها طول الوقت دي عشان تساعدنا في اننا نقدر اننا نلبي احتياجاتنا التمويلية. احنا محتاجين دولار وما عندناش دولار، فالحل ايه؟ ان انا اعرض أطروحات على مستثمرين اجانب يقدروا ان هم يساعدوني ونجذب مزيد من التدفقات المالية والتدفقات الاستثمارية من غير بقى ما نروح نقترض. شفتوا الموضوع سهل ازاي؟ اصل دلوقتي اي قرض تكلفته عاليه، ده زي ما قال الدكتور محمد معيط، اي قرض تكلفته عاليه، فاعمل ايه؟ ابيع عندي 20% من الشركه دي، 30% من المؤسسه دي، 40% من الارض دي، تمشي الدنيا كده وبتمشي. بس احنا بدانا ندخل في العميق،
عشان أي مستثمر شايف مصر وشايف الوضع الاقتصادي السيء اللي مصر فيه وشايف احتياجنا الشديد لفكرة الطروحات اللي بيتكلم عليها الدكتور محمد معيط، لأن الاقتراض لوحده مش هيساعدنا. خلينا نقول مصر خدت 6 مليار 7 مليار 10 مليار من صندوق النقد الدولي، بغض النظر ان ال 10 مليار دول هيخلوا لك ال 165 بقوا 175 او 180 مليار دولار دين عليك، بس هم ما يعملوش حاجه. لو طلعت منهم الديون اللي عليك، لو حاولت انك تسد بيهم عجز الموازنه، لو حاولت انك تحط فلوس في البنك، لو حاولت انك تعوم، لو ما يعملوش حاجه. فالحل ايه؟ ان انا ابيع ابيع ابيع. بس للاسف اللي عايز جاي من بره عينه على الحاجات الاستراتيجيه. عشان كده موضوع مواني اللي حصلت عليها شركه ابو ظبي، توريق عائدات مصر الدولاريه، ايه احنا ايه بيجيب لنا عائدات دولاريه يا جماعه في مصر؟ ثلاث حاجات: تحولات المصريين في الخارج، السياحه، قناه السويس. هم دول. انت ما تقدرش تروح تعمل توريق لفكرة تحولات المصريين في الخارج. انا عشان اعمل توريق ده معناها ان انا في مصدر عندي بيجيب لي عائد كبير، انا هبدأ ابيع جزء منه على شكل مستندات، سندات بفايدة، وبتبقى فايدتها اعلى بكتير من فايدة البنوك. طب انا هعمل ده في ايه؟ لا هقدر اعمل ده في تحولات مصريين، ولا هقدر اعمل ده في السياحة، قطاع يعني على قده. فيش قدامي اصل امتلكه إلا قناة السويس. فإحنا بدأنا خلاص بقى، عدينا بقى مرحلة شركات الأدوية وشركات الحديد ومصانع الأسمدة، بدأنا نروح لأصول حيوية. واني قناة السويس، الأهرامات بكرة يمكن، ماشيين كده دلوقتي، فربنا يستر. واحد من خبراء الاقتصاد وهو الدكتور محمد عبد الوهاب، وده محلل اقتصادي، شايف وباختصار ان ازمتنا الحقيقيه هي الدين الخارجي. قال لك الدين الخارجي اللي على مصر في 2024 ده هو اكبر تحدي لمصر. قال لك بيمثل تحدي كبير للموازنه العامه في 2024، وبيقول ان حسب تقديرات البنك المركزي المصري، مش الشرق، مش الحكايه، مش دعاء ولا عماد ولا اي حد، مصر لازم تسدد 42 مليار دولار أقساط قبل نهاية 2024. قبل نهاية 2024 مصر لازم تكون مسددة 42 مليار، عشان لما كنا بنطلع نقول الكلام ده يعني كانوا بيطلعونا يعني مش فاهمين. أنا ما بفهمش. شكرا دكتور محمد عبد الوهاب من قلب مصر، طالع بيقول الكلام ده لحضرتك، اسمع منه. البنك الدولي كمان خفض من توقعاته للنمو الاقتصاد المصري ل 3.5 في السنة الحالية، مقارنة بتوقعاته عند 4% في يونيو الماضي. يعني في يونيو الماضي كان بيتوقع ان في 2024 نكون 4%، لا نزلها 0.5%، وقال لك يعني بالكتير بالكتير لو حصل نمو اقتصادي بنسبة 3.5 يبقى كتر خير الدنيا. والدولار، الدولار في السوق الموازنة النهاردة ب 54 جنيه و20 قرش، 54 جنيه وربع، ولا وفي كمان ب 54 جنيه 30. انت لو عايز تشتري، يعني لو انت معاك دولار ورايح تبيعه ب 54 20، لو عايز تشتري ب 24 جنيه ب 54 جنيه 30، عشان تعرفوا بس ان الناس في السوق السوداء عندها ضمير واخلاق، مزود لك 10 قروش بس بين البيع والشراء، يعني ده هامش ربح كده لا يذكر. والدولار هيستمر في الارتفاع، الدولار هيستمر في الارتفاع، والمرة دي بقى الارتفاعات اللي هي ايه بتاعة ان محتاجين دولار وعندنا فلوس لازم تتسدد وعندنا احتياجات وعندنا، افتكروا كويس جدا، قلت لكم يوم الاثنين اول يوم هيفتحوا فيه ابواب البنوك عشان المصريين يروحوا ياخدوا
الشهادات بتاعتهم اللي كانت بعائد 25 هتحصل ارتفاع في الدولار وفي الذهب. في الدولار وفي الذهب هيحصل ارتفاع، انا ما كذبتش عليكم. الجنيه اللي طلع النهارده ده، الجنيه اللي طلع النهارده او بمعنى اصح من امبارح ده، بسبب ان مش كل الناس قالت لك هنمدد. ان هم طبعا اعلنوا امبارح قال لك احنا عملنا 11 مليار تقريبا في الشهادات الجديده. من كام؟ من كام؟ هم عندهم 650 مليار جنيه. 650 مليار جنيه الشهادات اللي كانت على 25%. فلما يقول لك احنا في يوم جمعنا 11 مليار، لا، هو بنسبة 99.5% انت ما جددتش، انت ما كسبتش تدفقات. انت ناس جددت على الشهادة الجديدة اللي الفايدة بتاعتها اعلى. وده مش رقم بالمناسبة، حتى 11 مليار اللي بيقولوا عليها ده مش رقم بقى يسعدهم. الناس اللي سحبت فلوسها، الناس اللي قدرت تسحب فلوسها راحت تشتري دولار، عشان عارفين ان النهاردة لما اشتري دولار بعد شهر الفلوس بتاعتي ممكن تبقى مرة ونص، مرة ونص. واظن احنا كنا عملنا لكم الحسبة مع انا وعماد في حلقة يوم الجمعة، لما قلنا لو 10,000 جنيه حطيتهم في البنك بعد سنة هتاخدهم 12,700، هتاخد عليهم 2,700. لكن لو خدت ال 10,000 جنيه اشتريت بيهم النهاردة ما يكملوش 200 دولار. شوفوا بقى وصلنا لفين، ما يكملوش 200 دولار. اشتريت بيهم 200 دولار، زودت يا سيدي ال 12,000 واشتريت لك 200 دولار. بعد كام شهر؟ لا، هتلاقي ال 200 دولار اللي معاك دول دخلوا في مبلغ وقدره أكتر من اللي كنت هتاخدهم من البنك في سنة وفلوسك تحت إيدك. من المشاكل بقى اللي هتبدأ تطلع إن أنت عندك عامل عقود احتراف وجايب لعيبة من بره وجايب مدربين وجايب طواقم فنية من بره للأهلي للزمالك للمنتخب. فالنهاردة الأهلي بيخاطب وزارة الشباب والرياضة بيقول لها يا شباب ورياضة إحنا محتاجين دولار. أنا كنادي أهلي عايز دولار، أنا محتاج أدفع مرتبات، أنا محتاج أدفع للعيبة اللي عندي فلوس ومش لاقي دولار. وفكرة إن أنا مش هلاقي دولار عشان أدفع الرواتب وأدفع فلوس المدربين، ده هيخليني أنا كنادي أهلي عندي حالة استقرار. وأظن إحنا ما نحبش نوصل للمرحلة دي ويطلع علينا سمعة إن مصر ما بتقدرش تجيب تدفع مرتبات اللعيبة والمدربين اللي عندهم. دي هتبقى عيب يعني، وهتخلي بعد كده أي لاعب يقولك أروح مصر أعمل إيه، أروح مصر أعمل إيه يا جدعان، لا خلونا هنا أحسن، خلونا في بلدنا أحسن. فطبعا ده أهو، ده بقى يعني نوع آخر من احتياج الدولار عمره ما جه في بالي. تخيلوا، ما جاش في بالي أصلا موضوع اللعيبة والمدربين دول اللي في النوادي ان هم كمان لما يحتاجوا مرتباتهم هيجيبوها ازاي. وزير التعليم لقى الحل، لقى الحل. وانا مش عارفة ليه 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 يعني ليه وزير التعليم هو اللي يلاقي لنا الحل ده. قالك ان فنلندا عايزة 500 شخص عشان يشتغلوا عندها، 500، وده اللي هيجيب العملة الصعبة. والدول طبعا الدول الأجنبية بتفضل العامل المصري لأنه حمول. إحنا في مصر ربناه كويس إنه يبقى حمول، إنه لما يخرج يروح أي حتة يوطي يبوس الأرض ويقول الحمد لله، فهيروح مش راجع. قالك كده، قالك الأجانب بيحبوا المصري عشان حمول، حمول قبل شاطر، قالك حمول لأن هو اتعود إنه إنسان بلا حقوق، إنسان مطلوب منه واجبات بس. فلما يقول لك يعني هروح وهشتغل وهتعامل كإنسان وهاخد بالدولار، هساعد نفسي وهساعد أهلي، ده أنا حمول ونص، ده أنا حمول ونص. فبيقول لك يعني ده أفضل حل، إن إحنا نشوف ال 500 دول نبعتهم على فنلندا، نحاول بقى نتواصل. الخارجية بقى تقوم بدورها. الأستاذ سامح شكري
يسيبوا بقى من ملف سد النهضة والكلام الفاضي ده، يفكر في سد النهضة دلوقتي، ولا يتكلم على بتوع إسرائيل اللي عايزين يحتكوا بينا بأي شكل، ولا هنشوف اللي بيحصل في السودان، ولا هنشوف اللي بيحصل في ليبيا. لا، يركز بقى هو يعمل تواصل جيد مع الحكومة الفنلندية، ويحاول يقنعهم انه يتصدر لهم 500 بني آدم مصري. اهم ميزة فيه انه حمول، عشان انا لما هبعت ال 500 دول ده كده هقدر بقى انا كدولة انه هيحول فلوسه لاهله، فانا استفيد. 500 يعملوا ايه يعني؟ يعني واحد راح وبعت لاهله 200 دولار كل شهر، 300 دولار كل شهر، اضرب لي كده 3 في 5 عشان انا ضعيفه في الحساب. 3 في 500 يعني 15000 دولار، هم دول اللي هيحلوا ازمه البلد؟ فيطلع السيد وزير التعليم، ده وزير تعليم، يتمخض فينجب فقرا. يعني يقول لك نصدر عمال، نصدر 500 شخص، فلما يبقى كل واحد مثلا يبعت لاهله كده، فيبقى عندنا اخر السنه اخر الشهر 15000. انا هم 300 شخص، لا اسفه، انا قلت 500 شخص في 300 دولار مثلا لو بعتهم لاهله، فيبقى هو ده بقى الحل. شفتوا؟ هي بقى المشكله في الافكار اللي من النوع ده، دي المشكله الحقيقيه في الافكار اللي من النوع ده. واستكمالا بقى للنوع ده من الأفكار، الحكومة لحظة واحدة، هو أصلا حد بيقول لي لا هم مش 15000، هم 150000، يعني احنا عندنا 500 شخص في 300 دولار يساوي 150000 دولار. أنا أسفة، هم 150000 دولار، هم دول اللي هيحلوا أزمة مصر؟ هم دول اللي هيحلوا أزمة مصر؟ هم دول اللي هيوقفوا نزيف الجنيه أمام الدولار؟ هم دول اللي هيخلي اللي بيتعلم بره يقدر إنه يتعلم؟ ال 150000 هم اللي هيجبروا البنك المركزي إنه يفتح بقى الكروت للمصريين اللي في الخارج اللي بيسافروا بفلوسهم، بفلوسهم، إن هم يستخدموا الكروت الائتمانية بتاعتهم؟ هو ده اللي هيحل المشاكل؟ طب صدرنا 500 الحمد لله، وعندك كمان الحكومة بتقول لك ان احنا دلوقتي عايزين نشتغل بقى على استراتيجية جديدة. ايه بقى؟ ايه بقى يا حكومة؟ ايه بقى يا حكومة؟ بتقول لك احنا نحاول اننا ندرب مليون مصري ندربهم، ونشوف بقى ايه المجالات الاكثر طلبا في الخارج. احنا دلوقتي اوروبا محتاجة شباب، امريكا محتاجة شباب، الاثنين دول عندهم نقص كبير في العمالة، فاحنا نجيب بقى مليون مصري ندربهم ونخليهم كده تمام ونصدرهم. احنا دلوقتي يا جماعة بقينا بنصدر بني ادمين. الحكومة دلوقتي خلاص خلصت على تصدير اللحوم والبصل والفواكه، ودلوقتي داخله على البني ادمين، هنصدر البني ادمين. طب يا حكومه المليون بني ادم اللي هتجيبيهم وتدربيهم وتخليهم تمام، وبعد كده بقى تتفتح المسابقات وتدفع، وهتفتح 100000 باب فساد، وانا هو انت هو، وهتشوفوا وهنبقى نسمع الفيديوهات كده لما تجيلنا لو نفذوا المبادره دي. هم بيقول لك هنعملها في 6 سنين. لاحظوا إن كل حاجة دلوقتي ليها علاقة بالتنمية، ليها علاقة بأي حاجة، بالاقتصاد، ليها علاقة بنمو، يقول لك 6 سنين. خلاص احنا هنعمل الفترة بتاعتنا، وبعد كده اللي يجي بعد بقى يولع. ماشيين على 6 سنين. طب قولوا 10 ايه الخسارة يعني؟ انما لا، احنا هنشغل مليون في 6 سنين لما هيتفتح المبادرة دي، ولما هيقول لك هنعرض وهندرب وهنوفر لك فرصة عمل في دولة أوروبية ولا في دولة أمريكية. هتسمعوا عن كم الفساد والفلوس اللي بتدفع عشان كل واحد ياخد فرصة. هتسمعوا ده، الناس بتروح تدفع آلاف وترمي نفسها في مركب يا يوصل يا ما يوصلش. بيروحوا يرموا نفسهم في روسيا في حرب، فما بالك بقى موضوع آمن.
زي ما شفنا النائبة اللي دفعت 7 مليون عشان تاخد كرسي في البرلمان، هتشوفوا الناس هتدفع كام عشان يسافروا يسافروا. وإن كنت أرى، وطبعا طبعا يعني أنا ما احطش نفسي مكان غيري، لأن أنا عارفة الكلمتين دول، اسكت أنت عشان بره مش حاسة بحاجة. ممكن إن يا دولة طالما هتجيبي وتدربي وتشغلي وتعيي بقى مجالات ذكاء اصطناعي وتكنولوجيا معلومات وتكنولوجيا حيوية و و و، طب ما تحاولي تستفيدي بولادك اللي دربتيهم عندك، ليه هتصدريهم للأجنبي طمعا طمعا في زيادة تحويلات المصريين اللي في الخارج. انتوا بس لو تفتحوا المجال شوية، لو تفتحوا نفس نفس للمصريين من غير ما تدربوا من غير ما تعلموا، هم هيروحوا يشقوا طريقهم والتحويلات هتزيد. انتوا بس حطوا سعر عادل في البنك عشان المصريين يحولوا عليه، وافتحوا المجال. مش تجيب لي تصريح امني وتجيب لي شهادة معرفش ايه وتجيب لي ايه وتجيب لي ايه وتجيب لي ايه وتجيب لي ايه عشان تخرج تشتغل. اصل انا بحد من الهجرة غير الشرعية يا جماعة، انتوا فاهمين ايه؟ انا ده اللي انا بحاول اعمله، وانت مش هتحتاج تدرب ولا تصرف ولا حاجة، هم هيروحوا ويشقوا طريقهم بنفسهم.